حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حذرهم من شن أي هجمات على إسرائيل خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية التي تبدأ مساء اليوم وتستمر لمدة أسبوع. إلى ذلك رفع جيش الاحتلال حالة الاستنفار والتأهب القصوى بين عناصره على الحدود مع غزة تحسبا لأي تصعيد محتمل. كانت حدود غزة قد شهدت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال وحركة حماس، هي الأسوأ منذ 14 شهرا، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.